السؤال الثاني. الثاني أخذت قرض من الراجحي، بنك الراجحي، وأعطاني ثاني مرة قرض نسبة 10%، يعني 10,000 وايدها 6,200، وهم جيت تمشي قصادها قالوا ما خلاص، يعني قلت النسبة رجعت 3% بنظام البنوك، قال لا هذا عقد ما بلغ متجر، وأجبروني على تسديده كامل بالأقساط اللي بيني وبينهم. شكرا. ولا ما يجوز يا شيخ؟ واضح يا أخي. ما هو القرض؟ هل أنت أعطوك دراهم وتردها عليهم بزيادة؟ هذا حرام ولا يجوز، إنما ترد مقدار الدراهم التي أخذتها منهم. أما إذا كان باعوا عليك، والناس الآن يسمون مسألة التورق يسمونها قرض، وهذا خطأ، هذه بيع. إذا كان باعوا عليك سلعة أو بيتا أو سيارة أو غيرها من السلع بثمن مؤجل، فلا بد أن تقبضها، لا بد أن يملكوها هم قبل العقد، ثم يبيعونها عليك، ثم أنت تقبضها وتنقلها وتبيعها في مكان آخر على غيرهم، فإذا حل الأجل تسدد لهم القيمة التي بينك وبينهم. هذه تسمى مسألة التورق، وهي بيع وليست قرضا. نعم.